فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أقر بنخل لفلان وبعد زمن تلف النخل، فهل يصح له أن يزرع مكانه فسيلا جديدا؟ سمعتم أنه إذا أقر له بشجر هل الأرض لا تتبع الشجر، لأن الأرض أصل والشجر فرع، والأصل لا يتبع الفرع، وإنما العكس، الفرع هو الذي يتبع الشجر. فإذا أقر له بأرض وفيها شجر يتبعها الشجر، يكون للمقر له. نعم.